فترة عيد الأضحى المبارك، ودي تعتبر أصعب فترة عندنا في السنة لنقل الإيه السادة المسافرين، وخصوصا إلى محطات محافظات وجه إبري. طبعا العيد الكبير كل الناس اللي هم المغتربين أو المقيمين في اسكندرية وأسوان بيحبوا، في اسكندرية والقاهرة بيحبوا إن هم طبعا إيه يعني يقضوا عيد الأضحى مع إيه عائلتهم. بنتمنى طبعا للجميع المسافرين السلامة وسلامة الوصول وراحة الايه الركوب بالنسبة للقطارات وجه إبلي. احنا عندنا السنة دي استعدادات مكثفة جدا بالنسبة للتشغيل، عندنا ان شاء الله رب العالمين يوم 15 ل 31 اغسطس في قطارات اضافية بتتواكب مع زحام فترة العيد بحوالي 26 قطار اضافي بين مكيف ومميز من اسكندرية والقاهرة لأسوان حتى النوبة السد العالي. عندنا في تجميعة المقاعد اللي هي خاصة اللي هم الفترة ديت 182 ألف مقعد إضافي بين مكيف ومميز، ده بخلاف القطارات اللي هي إيه شغالة يوميا المجدولة. إن شاء الله رب العالمين بالنسبة للشبابيك التذاكر عليها طبعا انضباط كامل من ناحية التفتيش، وخصوصا من شرطة نقل المواصلات ومفتشين المبيعات وخدمة العملاء والفحص عندنا في الهيئة. الحجز القطارات اللي هي الاضافيه بيبقى قبل القطر بايه ب 24 ساعه، يعني القطر اللي هو هيشتغل من يوم 15 اضافي بيبقى الحجز عليه من يوم 14. في عندنا عربيات علاوه على القطارات اللي هي شغاله يوميا دي بيبقى الحجز عليها في نفس اليوم، كل ده طبعا للمنع ظاهره ايه التهرب التذاكر للسوق السوداء، او منع ظاهره السوق السوداء وحصول الراكب على ايه او سهوله حصوله على التذاكر. عندنا طبعا في تطبيق الرقم القومي على التذاكر خلال هذه الفترة، ان كل راكب ببطاقة الرقم القومي يمكن انه يتحصل على 4 تذاكر. دي كلها اجراءات بهدف منها ايه القضاء على السوق السوداء. رغم كده برضو احنا مش هنقول ان احنا هنرضى على السوق السوداء بنسبة 100%، لان انت عندك النهاردة السكة الحديد هي ارخص وسيلة نقل على مستوى سائل النقل اللي موجودة في مصر. وطبعا العرض بالنسبه للي موجود عندنا بالنسبه للاقبال الكبير اللي حصل السنه دي، لان طبعا السكه الحديد زي ما قلت هي ارخص وسائل النقل، ففي عندنا طلب كتير جدا، فالعرض اقل بكتير من الطلب.